واحده بتشوف المزالق. طيب هنا اللغه العربيه ما بتشوفش، يبقى انا صورت اللغه العربيه بانسان يرى. تمام. وجاءت كلمه كل تفيد العموم والشمول. ولو جينا قلنا التعبير يدل على كثره الاخطاء المنتشره في الصحف والتي تخرج على قواعد اللغه الايه؟ العربيه. طبعا سمعتوني بقول حالا تصويرات مش مكتوب، ما هو ده انا بتكلم عليه يا جماعه. احنا لو تاملنا شويه هنطلع بدل موطن الجمال 1000، بس احنا برضو بنكتفي بالمناسب للسن اللي بنتعامل معاه. وجاءت ارى مره اخرى مضارع للتجدد والايه؟ والاستمرار. تمام. طبعا قلنا كل هنا تفيد العموم والشمول، ويوم كمان نكره تفيد العموم والايه؟ والشمول. وجاءت كمان تدل على الاستمراريه، خد بالك استمراريه كل يوم دون توقف. المزلق نكره هنا برضو للعموم والشمول ايا كان الخطا. تمام. ارى كل يوم بالجرائد مزلقا من القبر يدنيني بغير اناتي. يا خرابي على التعبير. من القبر يدنيني بغير اناتي. شايف الاخطاء وكانها امراض. هنا تصوير الاخطاء بامراض وتصوير اللغه العربيه بانسان. تصيبه تلك الامراض فتجعله يقترب من نهايته. وكان تلك الاخطاء امراضا مميته حفظنا الله واياكم. طبعا القبر ايحاء بالموت والفناء، وكلمه يدنيني خلاص فعل مضارع في التجدد والاستمرار كما اعتدنا. تمام. وجاءت كلمه الاخطاء هنا جمع تفيد الكثره. ماشي. بغير انات، نشوف دون تمهل سريع جدا. ونقف عند الجزء ده يا جماعه مع على وعد ان نلتقي مع شرح الثلاثه ابيات الاخيره من هذا النص باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نعود في لقاء ثالث مع نص اللغه العربيه تنعى حظها لشاعرنا حافظ ابراهيم، لشاعرنا حافظ ابراهيم. تمام. كنا وقفنا في الابيات عند البيت السادس. تمام. انتهينا من شرح الخمسه ابيات الاولى. نرجو ان كان هناك سؤال ما او شيء ما يمكن وضع السؤال في التعليق او توجيهه الى المدرس حيث يجيبك عليه باذن رب العالمين. ونبدا مع ثلاثه ابيات الاخيره. الى معشر الكتاب والجمع حافل، بسطت رجائي بعد بسط شكاتي، فاما حياه تبعث الميت في البلا، وتنبت في تلك الرموس رفاتي، وإما ممات لا قيامة بعده، ممات لعمري لم يقص بمماتي. تعبير قاسي جدا. إلى معشر الكتاب والجمع حافل، بسطت رجائي بعد بسط شكاتي. المعشر جماعة الرجال والجمع معاشر، والكلام هنا فإما حياة تبعث الميت في البلا، وتنبت في تلك الرموس رفاتي، وإما ممات لا قيامة بعده، ممات لعمري لم يقص بمماتي. تعبير محزن بصراحة. نبدأ مع بعض كما اعتدنا بعض المفردات. وقلنا من الأول حالا معشر هم جماعة والجمع معاشر. الكتاب من يمتهنون الكتابة، يعني يعملون بالكتابة سواء كانت المقالة أو القصة أو غيره. والمفرد كاتب. والجمع حافل، يعني هم كثيرون. كلمة حافل كثير وممتلئ، والمضاد قليل. تمام. بسطت رجائي يعني قدمت رجائي وأملي، قدمت ومددت، وعكس بسطت قبضت. والرجاء الأمل، والمضاد الإيه؟ اليأس. بعد بسط شكاتي، الشكاه الشكوى والمرض الذي تعاني منه اللغة العربية. هي لا تعاني من مرض، وإنما تعاني من إهمال أهلها. فإما حياة تبعث الميت في البلا، تبعث تحي، والبعث عارفينه الحياة بعد الإيه؟ الموت. والمضاد تميت. والميت، تمام، أي الميت الذي لا حياة إيه فيه. والبلا الشيء القديم الفاني، الشيء القديم الفاني. ومضاد البقاء أو الخلود. تمام. تنبت تعيد، تنبت أو تنبت تعيد. تمام. الرموس القبور، والمفرد رمس. المفرد هنا مهم. الرموس القبور، والمفرد الرمس. رفاتي، الرفاة ما يتبقى من الجسد بعد تحلله، او ما يتبقى من الانسان بعد موته. اللي احنا ممكن نقول التراب اللي باقي منه ده الرفات. تمام. ممات اي موت، لا قيامة بعده اي لا حياة من بعده مرة اخرى، هو ممات قاس. لعمري اسلوب قسم بنستخدمه كده، كانك بتحلف، وعمري وحياتي هي قسمي.
لم يقص أي لم يقارن ولم يماثل. لم يقص لم يقارن ولم يماثل. أفكرك يقص كان أصلها يقاس، تمام؟ حذفنا ألف لعدم التقاء ساكنين لأن يقص فعل مضارع مجزوم بالسكون، حذف حرف العلة لمنع التقاء ساكنين. نكمل مع بعض بعد ما عرفنا الفعل المضارع المجزوم بالسكون بعد لم. أما حذف حرف العلة يا جماعة بنكرر تاني لمنع التقاء حرفين ساكنين، تمام؟ ونشوف مع بعض نقصد ايه او الشاعر عايز يقول ايه في الثلاث ابيات الجداد بتاعنا. ما زال شاعرنا بيتحدث ولكن على لسان اللغه الايه؟ العربيه كما اعتدنا او كما تعلم. فاذا باللغه العربيه تخاطب ابنائها وكتابها ترجو منهم. خدت بالك الرجاء؟ انت متخيل يعني ايه ام تطلب من ابنائها وترجوهم؟ يا جماعه لازم نخلي عندنا دم شويه. ترجوهم ان يهتموا بها ويرعوها ويظهروا جمالها ومفاتنها وألا يهملوها وأن يتمسكوا بها حديثا ونطقا وكتابة واستخداما. حتى أن اللغة العربية تحذرهم، خلاص أنتوا أمام أمرين لا ثالث لهما، خد بالك اختيارين منهمش تالت. إما أن تهتم بلغتك فتحييها وتعيد إليها مكانتها وتعلو وترتفع أنت بها، وإما أن تهملها فتضيع لغتك وإن ضاعت فما مصيرك؟ أكيد ضياع حضارتك وضياع تاريخك وضياع عروبتك، وده اللي عايزينه أعدائنا. أهم حاجة أول شيء يهتم بالمستعمر أن يقضي على لغة من يستعمرهم ويحتلهم حتى يستطيع أن يستعمر عقولهم، تمام؟ نكمل مع بعض يا جماعة ونشوف إذا كان اعتدنا بعض الأسئلة، نشوف الناس فاهمة ولا لأ. ما الأمرين اللذين خيرت اللغة العربية أهلها بينهما؟ إما حياة قوية تعيد إليها مكانتها فتحيا كريمة بين قومها وأهلها، وإما أن يتركوها فتموت فلا تعود إلى الحياة مرة أخرى وتنتهي من ألمها. إيه العلاقة بين البيت السابع والبيت الثامن؟ هنبص مع بعض. هي مقابلة تؤكد المعنى. هي إيه تاني؟ مقابلة تؤكد المعنى. ماشي الكلام؟ ما مطلب اللغة العربية من أبنائها وكتابها؟ أو ماذا طلبت اللغة العربية من أبنائها أو كتابها؟ عرفنا أن يتولوها بالرعاية والاهتمام والحفاظ عليها وعلى قواعدها من الضياع حتى تستعيد مكانتها مرة أخرى، أن يتمسكوا بها لغة وكتابة وليس كتابة فقط، تمام؟ لغة وكتابة وتحدثا. وهنا دعوني أعتذر عما بدر مني من بعض الألفاظ أو كثرة الألفاظ العامية في حديثي، ولكن إن لم أفعل ذلك فلن تستطيع أن تفهموا الأمر جيدا، ولذلك فاعذروني عما بدر مني. ما واجبنا تجاه لغتنا؟ أكيد أن نحافظ عليها وعلى أصولها وثوابتها، أن نعيد إليها مكانتها وأن نستخدم ألفاظها حتى تعود حية مسيطرة على قمة اللغات مرة أخرى كما كانت، واستظل إن شاء الله تحدث بها في كل أمور حياتنا. إلى سؤال جديد، وهو إيه هي أهم عوامل إضعاف اللغة أو ضعف اللغة العربية في عصرنا الحديث؟ أكيد إهمالها والبعد عنها، أكيد استخدام لغة تانية في الحديث بدلا منها، أكيد عدم البحث وفهم تراكيبها، تمام؟ أكيد كثرة الأخطاء الشائعة في الصحف خاصة من أهل اللغة العربية وغيرها كثير، ولكن تلك بعضها الذي وضح فين؟ في نصنا، تمام؟ ثم نأتي معا مرة أخرى إلى بعض الجماليات، وأولها إلى معشر الكتاب والجمع حافل. اللغة العربية هنا تسويل اللغة العربية بإنسان يخاطبه، تمام؟ يخاطب مين؟ أبنائه، وهم كثيرون. إلى معشر الكتاب والجمع حافل، تعبير فيه طبعا رجاء من اللغة العربية لكتابها وعلمائها بالاهتمام بها. لما أقول الجمع حافل كثرة عددهم فهم ليسوا بالقليلين، بل وكثرة من يستخدمون اللغة العربية. بسطت رجائي بعد بسط شكاتي تصوير اللغة العربية بإنسان يرجو من أهله الاهتمام به ويشكو لهم سوء حاله. طبعا أيهما أجمل ولماذا؟ بسطت رجائي بعد بسط شكاتي ولا بسطت شكاتي بعد بسط رجائي؟ طبعا بسطت رجائي بعد بسط شكاتي، لان ده ترتيب منطقي.
الإنسان أولا يتقدم بشكواه ثم يتقدم بطلبه، أنا بشتكي من كذا وعايز كذا، تمام؟ إذن ده الترتيب المنطقي بتاعنا. طيب هنيجي عند جزء جديد، بسطت رجائي وبسطت شكاتي. انت هنا بتبسط الشكوى وهنا بتبسط الطلب، يعني بتقدم شكوى بتقدم طلب، اذا بينهما مقابله توضح الايه المعنى. وكلمه رجائي وشكاتي شايفين بيدوني ايقاع موسيقي لان نهاياتهم واحده، فاتفاق بيديني ايقاع موسيقي. فاما حياه تبعث الميت في البلا، اما ديت من على تفصيل، ماشي ياتي تفصيل بعد اجمال للوضوح، هي عايزه ايه؟ انا عايزه ده او ده. حياة تبعث الميت في البلا، طبعا حياة والميت بينهما طباق أو تضاد يوضح الإيه؟ المعنى. وتنبت في تلك الرموز رفاتي، تصوير واضح جدا لرفات اللغة العربية بنبات ينبت من جديد. طب إيش معنى النبات؟ لأن النبات يحيي الأرض، يعيد إليها الحياة. ينبت يحيى، يأتي بالخيرات والثمار كما تفعل اللغة الإيه؟ العربية. ويأتي الفعل تنبت، فعل مضارع في التجدد واستمرار مع استحضار الصورة. ودائما تأتي اسم الإشارة تلك للبعيد، يأتي دائما وكثيرا ليه؟ لاستحضار الصورة وتعظيم الشيء، استحضار الصورة وتعظيم الشيء. طبعا عندنا ممات وقيامة، زي ما قلنا حياة وممات تضاد، النهاردة كمان بنقول ممات وقيامة تضاد، يبرز المعنى ويوضحه. ممات لعمري لم يقص بمماتي، اسلوب مؤكد عن طريق القسم اللي هو كلمة لعمري، بيدل على مدى يأس اللغة العربية من سوء حالها. وتصوير اللغة العربية بإنسان يقسم، يا جماعة إنسان يقسم، تمام. الآن نترك لكم بعد التدريبات بعض التدريبات، حاولوا أن تجيبوها وما يقف أمامكم، فنحن في انتظار أسئلتكم أسئلتكم. على أن نلقاكم في موعد آخر ولقاء آخر وتوضيح آخر بإذن الله، أفادنا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.